عشان يشوفوا زمهم. ما أرادنا بيك سمعة ولا سمعة. الله أكبر عليك يا أحمد داح. بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك يا بابا. اللهم افسح له في جنات، اللهم افسح له في قبر، اللهم ارفع درجاته في عليين، واجعله مع النبيين والصديقين، اجعله في ميزان حسناتك واجرك عليه، اجعلك من الشهداء يا احمد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد، شهيد وادي شهيد كمان، اجعلك مع الشهداء والنبيين والصديقين يا حبيبي. يا ربي يكرم نزلك في قبرك وينوره لك، ويجعل خير عملا صالح لك فيه. يكرم نزلك يا رب، يكرم نزلك يا رب، يكرم يكرم نزلك. هنا هو خرطوشة بلع، وغير ورا ظهره اهي مكان الخرطوشة دي بلع. كل مظلوم علشان يشوف الظالم المشير، المسؤول عن اللي احمد فيه طنطا والظالم، المجلس عسكري الظالم اللي كنا بنروح نطلب منه يفرج عن ظباط 8 ابريل. محمد وديع في رقبته، محمد وديع في زنزانه لوحده، والظباط 8 ابريل طلعوا على المستشفيات. حسبنا الله ونعم الوكيل. كفايه ضحايا بقى، كفايه ضحايا يا مجلس عسكري، افرج عن المعتقلين واحد ضحيه من ضحايا. ده الشرطة العسكرية عجنوه في شهر 7، في أول 7 في سبت المظالم بتاع 8 ظباط 8 إبريل، وراحوا واخدينه على مستشفى كوبري القبة. رحت لقيت الدم بيجي من كل جسمه، وكشف عليهم في الآخر ضربوه في المستشفى وطردوه. لما قلت لهم لو اعتقلتوه هنعمل لكم زهرات هنا، أحمد من ساعتها ما كسبش، جاله هوا في الرئة من كتر الضرب. اللي يا رب العسكري بتاع الشرطة العسكرية اللي نزلوا عليه وعجبهم ده كان واقف بيهتف. Thank you.